كمان كان لينا لقاء مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اتكلمنا فيه عن طريقة التعاون وازاي وزارة الطيران المدني استعدت للحدث واستقبلت كل البعثات اللي كانت موجودة عندنا بأحسن شكل. خلينا نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان هي وزاره الطيران احد الوزارات اللي كانت ضمن هذه المنظومه لانجاح هذه البطوله. زي ما انا كنت بتكلم مع احد الزملاء من وقت قليل ان هو الموضوع مش موضوع ان وزاره الطيران او وزاره الشباب، هي منظومه كامله متكامله. احنا في توجيه بيبقى موجود لانجاح بطوله او لعمل بطوله. القيادة السياسية بتدي توجيه، دولة الرئيس كان في لجنة عليا مشرفة على البطولة كلها من عدة وزراء، قدرنا الحمد لله ان احنا كان دورنا نأمن اللعيبة والسادة الإعلاميين والإداريين من ساعة وصولهم لمطار القاهرة وحتى مغادرتهم، كان دورنا بينحصر في الجزء اللي خاص بمطار القاهرة. فكانت اللي بينزلوا اول ما بيوصلوا بينزلوا من تحت من الطياره على اتوبيس، الاتوبيس بيطلع ياخد اخواتنا في الصحه، بياخدوا المسحه الطبيه وبيتفضلوا من باب 27 اتوبيس يتوجه الى محل الاقامه، وبترسل النتيجه بتاعه المسحه الطبيه بتاعتهم اذا كانوا هم بوزيتيف او نيجاتيف، عشان لو في حد بوزيتيف يبقى يتم التعامل معاه او عزله، او طبعا زي ما بيتراءى للساده الدكاتره في هذا الاطار. كان عندنا مهمه ثانيه هي خروج استقبال الاعلاميين اللي جايين من كل دول العالم علشان يغطوا الحدث العالمي. وصلوا الحمد لله على خير، وكان برضو لازم يعملوا مسحه طبيه ويتم لهم كافه الاجراءات الاحترازيه عليهم. احنا الحمد لله ما كانش فيه عندنا صعوبات او كان فيه حاجات بسيطة، لان كان فيه غرفة عمليات موجودة داخل مطار القاهرة. غرفة ديت من الصحة، من شباب الرياضة، من الطيران، من المطارات، من الداخلية، من عدة جهات، يعني انا مش عايز اسردهم لان ممكن الذاكرة تخوني في جهة من الجهات. الجهات كلها قاعدة لازالة اي عقبة. كان فيه اجتماعات كتيرة قوي 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 تمت ما قبل استضافة البطولة للترتيب والعمل كافة الاجراءات. يمكن قابلتنا مثلا مشكلة بسيطة اللي هي كانت بتقول ان في بعض البلاد الفرق جاية من بلاد مصر ما بتروحهاش، فكان مفروض او كان لازم يتم رحلات شارتر او طيران عارض لاحضار هؤلاء هذه الفرق. تمت ونسقت على اعلى تنسيق ووصلت بالسلامة. فكان هي الاساس ان حضرتك تبقى محضر للموضوع قبل بدايته ومتوقع ايه اللي ممكن يحصل، علشان البني ادم ما يفاجئش بحاجة هو مش متوقع. فالحمد لله ان البطوله تمت، لانها صوره حضاريه جميله لمصر ان احنا قادرين في ظل هذه الجائحه وفي ظل ان العالم كله بيبقى يعني على قد ما بيقدر بيقفل، واحنا بننظم بطوله عالم وبتنجح بالنجاح اللي احنا شفناه الحمد لله. اي حاجه مع شباب الرياضه او مع اي وزاره بيتم التنسيق على اعلى مستوى، لان احنا جزء ضمن منظومه الدوله ومنظومه جمهوريه مصر. احنا منظومة لازم نكون جاهزين لأي وقت، بطولة عالم رماية أو أي بطولة أو أي حدث جوه مصر، مطارات جاهزة لاستقبالها، التنسيق بيتم على أعلى مستوى لأن هي دي التكليف اللي جاينا من القيادة.